مساء الخير، منورنا النهارده ببرنامج الناقد الفني، ومعانا الناقد الكبير استاذ فصيح الجامد. انا اسفه جدا، نسيت اقول التايتل بتاع حضرتك، الاستاذ المحامي امين الشرطه المهندس المحاسب فصيح الجامد. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نسال حضرتك النهارده، ايه اللي عجبك في مسلسلات رمضان؟ ايه؟ الغيار؟ مسلسل الاختيار. وايه اللي شد حضرتك في مسلسل الاختيار؟ عجب حضرتك. والحمد لله انه اخرس ما بيتكلمش عشان استاذ ياسر جلال ما يزعلش مننا. الحمد لله. طب ايه تاني عجب حضرتك في المسلسلات السنه دي؟ ايه؟ مطروح؟ طلوع الروح. مسلسل طلوع الروح. وايه اللي عجبك في مسلسل طلوع الروح؟ مالك؟ في ايه؟ خايف. خايف. خلاص نسيبنا من الخوف. جلد جلد جلد. يا حبيبي خايف، اخرس وخايف. نحب برضو نسأل حضرتك تاني، مسلسل المداح للأستاذ حمادة هلال. ايه تاني؟ ايه؟ خوف برضو؟ خايف. خلاص امشي يا خوف، امشي يا خوف، بلاها حمادة هلال، امشي يا خوف. حضرتك اديني رأيك بقى عن مسلسل المشوار لمحمد رمضان. ما لحقتش تشوفه؟ ولا احنا والله لحقنا. بيجري، انا بقول لكم بيجري، ما حدش لحق خالص يشوفه. ايوه يا فندم. ايوه، كان معانا بقى من المسلسلات الجميلة جدا السنة دي الكبير قوي. ايه اللي بيضحك في الكبير قوي؟ بيضحك ايه؟ ابوها. ايه؟ مربوحة. كان دور جميل قوي، حلو، عجبتك مربوحة. ايه اللي عجبك في مربوحة؟ بيتكلم في ادائها، بيشيب بادائها الجميل، مربوحه قوي 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 قوي. ايوه اتفضلي فن. حاجه تانية اسئله عن المسلسل كبير قوي؟ خلاص الحمد لله، هو بيشكر. مرسي مرسي. حضرتك في حاجات تانية عايز تتكلم فيها عن المسلسلات؟ حضرتك بتنام بدري. طب بالنسبه بقى، حضرتك بتنام بدري، ايه رايك في مسلسل احلام سعيده؟ اما هي عميه وانت اخرس والحياه زمن زمن عميان مع خرسان. بالنسبه بقى، في مسلسل مهم جدا بتاع الاستاذه ريهام حجاج، ايه رايك في مسلسل يو تيرن؟ بيقول لحضراتكم ده مسلسل بيتكلم عن عربية هو بيركب ميكروباص. طب الظلام انا عارف. وخلصت حلقتنا النهاردة، وبنشكر الأستاذ فصيح الجامد. لا، ما هو مش في أول الحلقة وآخر الحلقة، أنا تعبت. الأستاذ المحامي المحاسب المهندس أستاذ فصيح الجامد.